الصحافة عمل حالة من الجدل، خصوصا بعد ما نشر أو يعني بعد الكلام اللي اتنشر حول زيادة الأسعار. لكن مجلس الوزراء أصدر بيان أكد خلاله أن مشروع قانون القيمة المضافة لا يتضمن أي ضرائب جديدة على البنزين، وأن الجداول المرفقة بمشروع القانون فيما يتعلق بالبنزين هي نفس الجداول اللي تتضمنها ضريبة المبيعات السارية حاليا. ومن ثم فلن يترتب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة حالة إقراره من مجلس النواب أي زيادات في أسعار البنزين. وزير المالية قال إن قانون القيمة المضافة هو تعديل لقانون الضريبة على المبيعات، وإن القانون أشبه بضريبة الاستهلاك، فكل ما زادت نسبة الشراء عند المواطن يعني المواطن بيتحمل هذه الضريبة. وقال كمان ان في معدلات عجز كبيره في الدوله منذ 2011 بتتراوح ما بين 11% ل 13% نتيجه ارتفاع الفايده على القروض، وان نسب الاعفاءات من ضريبه القيمه المضافه كبيره، وان القانون لن يمس الاقل دخلا. معايا دكتور حسين عيسى رئيس لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب. مساء الخير واهلا بيك سيادة النائب. اهلا بحضرتك. النهارده حصل حاله من الجدل يعني بخصوص قانون القيمه المضافه، هيحسم ازاي؟ يعني البعض بيتكلم عن زياده اسعار البنزين وبعض السلع، بترد على الكلام ده كله ازاي؟ انا الحقيقه بس واضح لحضرتك ان اسعار ما يجوش في الصحف اليوم الكلام غير دقيق وغير صحيح. اسعار البنزين والسولار مضاف اليها الضريبه ولم تزد مليم واحد، دي كلها ضريبه قديمه موجوده قبل كده اصلا، فاسعار البنزين والسولار لن تتغير ولن تتحرك حتى لو وافقنا على القانون القيمه المضافه بحالته، لان اصلا ما زودناش اي ضريبه على البنزين او السولار. دي نقطه. النقطه الثانيه، احنا النهارده كان غير لقاء موسع مع وزير الماليه ومع وزير الماليه لشؤون الضريبيه، وناقشنا تفاصيل القانون، واتفقنا على ان طبعا القانون خضع لمناقشه مجلس النواب وهياخد لسه وقت لحد ما نخلصه. انما الحقيقه اتفقنا على اساسيات مهمه جدا، احنا لا نمس محدود الدخل ولا نمس الشخص الدخل يعني دخله محدود، لان طبعا التضخم اصلا يعني مش مستحملين. فدي نمره واحد. نمره اثنين، ان في قائمه طويله عريضه 50 منتج اعفاءات كامله من الضريبه على القيمه المضافه تشمل كل السلع الاساسيه، وده امر اساسي. نمره ثلاثه، ان الضريبه على القيمه المضافه مش ضريبه جديده، احنا حاليا في ضريبه مبيعات موجوده على كل السلع والخدمات، ولكن اسلوب الحساب هو اللي بيتغير وبعض الشرائح بتتغير، ولكن ليست ضريبه جديده ولكنها تطوير لضريبه قائمه، بدليل ان لما القيمه المضافه تشتغل هتلغي تماما ضريبه المبيعات. بس هتكون نفس النسبه ولا هتزودها؟ يعني اللي كنت بدفعه ضريبه مبيعات هدفعه هو بس غير المسمى ولا هيعلى ويزيد؟ لا، النسب هتتغير شويه، ولكن لسه النسب دي والاسعار هتتغير. بمعنى ايه؟ بمعنى هتعلى؟ لا حضرتك، في حاجات ممكن تقل وفي حاجات ممكن. معلش انا مش سامعه سياده النائب كويس، لو تعالوا لي الصوت بعد اذنكم. علي صوت حضرتك وحضراتكم. انا بقول لحضرتك النسب والاسعار لسه لم نتفق عليها بعد، يعني الحكومه مقسمه مجموعه من الاسعار والنسب، لكن احنا لسه نتفاوض معاها ومش هيبان النسب النهائيه قبل اخر الاسبوع الجاي ان شاء الله. طيب، بعض النواب يعني انتقدوا هذا القانون وقالوا انه ده مش وقته، وان المواطن ما هوش في حمل يعني او في تحمل اي نوع من زياده الاسعار تاني، يعني ردك ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان هذا القانون مطبق في 130 دوله على مستوى العالم، واحنا متاخرين في تطبيقه اكثر من 7 8 سنين، ومعظم دول العالم اللي بدات الضريبه على المبيعات وصلت في النهايه الى ضريبه على القيمه المضافه، له مزايا عديده من حيث ان احنا بنوسع نطاق الاقتصاد ونوسع نطاق الاقتصاد غير الرسمي ويندمج الاقتصاد الرسمي، وانه الشركات والمنشات غير خاضعه للضريبه تخضع للضريبه بحيث يبقى في نوع من العداله الضريبيه، وان الفئات اللي بتستهلك بكميات كبيره وبقيم عاليه تدفع ضريبه الاستهلاك، والعكس فئات محدوده الدخل اللي ما بتستهلكش بكميات كبيره او بقيم عاليه لا تتحمل شيء. اتصور ان هذا القانون بيشكل يعني حجر اساس تحت تطبيق العداله الضريبيه. تمام، انا بشكرك جدا سياده النائب دكتور حسين عيسى رئيس لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب، شكرا لحضرتك.